المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكن من إحباط مخطط إرهابي خطير لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية، أسفر عن تفكيك خلية يشتبه في كونها إرهابية اليوم تتكون من 7 عناصر ينشطون بعدد من مدن المملكة، بلغ وزارة الداخلية. ذكر البلاغ أن هذه العملية التي تأتي في إطار رصد التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة تمت على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة، موضحا أن عناصر هذه الخلية التي يشتبه في كونها إرهابية كانوا ينشطون بمدن الجديدة وسلا والقارة وبالجماعة الترابية بلعوان بإقليم الجديدة ودوار مع طلاه بقيادة ولد زبير بدائرة واد أمليل بإقليم تازة. وقد أفضت هذه العملية الأمنية بحسب المصدر ذاته إلى رصد مخبأ سري أعده العقل المدبر لهذه الشبكة التي يشتبه في كونها إرهابية بالجديدة للتحضير لعمليات إرهابية نوعية بالمملكة بإيعاز من قادة ميدانيين لداعش بكل من الساحة السورية العراقية وليبيا. وأضاف المصدر أنه تم حجز أسلحة نارية عبارة عن مسدس رشاش مزود بمنظار ليلي يعمل بالأشعة الحمراء و7 مسدسات وكمية وافرة من الذخيرة الحية و4 سكاكين كبيرة الحجم وجهازين للاتصالات اللاسلكية، بالإضافة إلى سراويل عسكرية وعصي تلسكوبية ومعدات ومواد كيميائية وسوائل مشبوهة يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات، وكذا سترتين مزودتين بحزامين ناسفين. وأشار إلى أن هذه المواد المشبوهة سيتم إخضاعها للخبرة بمختبر الشرطة العلمية والتقنية لتحديد طبيعتها. وأبرز البلاغ أن أعضاء هذه الخلية التي يشتبه في كونها إرهابية خططوا لاستقطاب المزيد من العناصر الشابة وتجنيدهم للقيام بعمليات تخريبية تهدف حصد أكبر عدد من الضحايا بغية خلق الرعب بين المواطنين وزعزعة الاستقرار. ويأتي تفكيك هذه الشبكة التي يشتبه في كونها إرهابية تزامنا مع تواتر العمليات الإرهابية لداعش والتي استهدفت مؤخرا مجموعة من البلدان، وكذا التهديدات التي ما فتئ يطلقها مقاتلون مغاربة في صفوف هذا التنظيم عبر حملات إعلامية تؤكد عزمهم على تنفيذ عمليات مماثلة بالمملكة وجعلها ولاية تابعة لهذا التنظيم الإرهابي. وخلص البلاغ إلى أنه سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة.